كشفت صحيفة الشارع اعتزام وزارة الداخلية وقيادات حزب الإصلاح تشكيل مجاميع مسلحة تمهيدا لاقتحام ساحة التغيير بصنعاء التي يعتصم فيها شباب حملة 11 من فبراير المطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. يأتي ذلك بعد استهداف ميليشيا حزب الإصلاح لمسيرة سلمية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف خرجت للمطالبة بإقالة الحكومة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.